عصابة مخدرات تدير غرفة تعذيب في هولندا. قالت الشرطة الهولندية أن عصابة لتهريب المخدرات كانت تقف وراء زنازين مؤقتة وغرف التعذيب عثر عليها في حاويات شحن في البلاد. وذكرت الشرطة أن المشتبه الرئيسي هو رجل عمره 40 سنة من لاهاي، خضع للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات. وأفاد الإعلام الهولندي بأنه ينتمي إلى واحد من أكبر شبكات المخدرات بالأراضي المنخفضة. وعثرت الشرطة عن عدد من الحاويات الشحن تم تعديل الهدف من استخدامها في تعذيب الرهائن. وأما الحاويات السبعة التي أشار إليها المشتبه بهم على أنها غرفة التعامل، فقد احتوت على مقعد طبيب أسنان مع أدوات جراحية وكمامات ومقصات، وكان الغرض منها التعذيب. وعلى الرغم من استخدام التعذيب أحيانا كوسيلة لممارسة الضغط في العصابات الإجرامية، وقال المتحدث من الشرطة: هذا يمثل بعدا جديدا حتى بالنسبة للمجرمين. وأضافت الشرطة أن الحاويات لم تستخدم فقط المعطيات التي توفر عليها حتى الآن، وقد اعترضت الشرطة مكالمات هاتفية ورسائل للمشتبه بهم عبر منصة إلكترونية إنكروتشات المشفرة، وقد تم اختراقها من طرف محققين أوروبيين. Thank you.